في سياق متصل، أفاد تقرير لمكتب منظمة الناقلين لولاية الجزائر أن الازدحام المروري على مستوى الجزائر العاصمة يتضاعف بشكل كبير يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك نتيجة للدخول والخروج الجماعي سواء للعائلات أو العمال، لا سيما منهم القاطنين خارج العاصمة. فالأحد يعتبر بداية الأسبوع والأربعاء نهايته، كما أشار ذات التقرير بحسب ما نشرته وسائل الإعلام، عدا أن الأمور تزيد عن حادتها في حالة تنظيم مؤتمرات أو اجتماعات على أهل هيئة كالمنتدى الدولي 15 للطاقة الذي سيفتتح غدا الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في الصوالي، والذي تسبب هذه الأيام في غلق العاصمة عن آخرها.